حبيبي مانك رايحة الشغل؟ مبلا بس قلت له اني رح اتاخر شوي. شو تعبانة؟ لا الدواء مشان الاولاد، الاخصائي النفسي وصف لهم اياه مشان يهدوا شوي. اليوم رح يداوموا بالمدرسة. سمعت شو حكى المدير مشان الاختبار، بدي اياهم يكونوا هادين اليوم وما يعملوا لنا شي مشكلة. انتي رح تعطيهم اياه بس ليضلوا عاقلين. خلص انسي الدواء، دواء هون عندي، انا بعرف كثير منيح كيف هديهم. الله معك يا حبيبي، الله ييسر لك امورك ويفتح بوشك وين ما رحت ويرزقك على قد نيتك. الله يخلي لي اياك يا رب. الله معك. رح حاول ما اتاخر اليوم. اوكي حياتي، دير بالك على حالك. ايه لؤي خير؟ نعم. قديش امك رح تضل عنا؟ ما بعرف شيري. ما تتضايق مني حبي، بس ما فيني اتحمل هيك وضع، وانت بتعرفها منيح طول الوقت وهي عم تراقبني. وليش لحتى تراقبك يعني؟ ها؟ شو زيزي؟ ليكون في شي مخبيتيه وما بدك يعني اعرفه؟ لا حبيبي شو بدي خبي، بس ماني مرتاحة هيك، عم اتضايق، صار لي يومين محبوسة بالبيت. وصلوا الابطال على الساحة وهلا رح نشوف احلى مصارعة. الأول بطل العالم بالمصارعة والثاني بطل العالم بالملاكمة. يلا يا أبطال بلشوا يلا. فرجونا همتكن. برأيك رح يمشي الحال هيك؟ خليهم يلعبوا شي ساعة بعدين شغليهم بالتنظيف. يا حرام كتير بزعلوا. حبيبتي هذا مشان ما يضايقوكي بالمدرسة. شوف عمر شوف. أنا رايح على الشغل، اتصلي فيني بس توصلي على المدرسة. طيب. يؤمرني قلبك أنا. طلع. يلا يا أبطال يلا كملوا. طمنيني حبيبتي مرتاحة؟ وإن شاء الله الأوتيل نضيفه مانو مشرشح. عم يغيروا لكم الشراشف؟ عم ينظفوا لكم الحمامات؟ بنتي ديري بالك منيح ولا تاكلي حيلا اكل، والمساء اقفلوا باب الغرفه. بنتي استني شوي لا تسكري، كيفو اخوك عم دق له وموبايله مسكر. قولي له امك كثير متضايقه. ريهام حبيبتي كم مره فهمتك ما تسكري لحد اخلص حكي. ريهام واحد ماما يا تعبت كتير، ماما خلينا نرتاح. لا شو ترتاحوا لسه بكير، ما صار لكم دقيقتين، يلا كملوا كملوا لتخلص الربع ساعة. يلا روحي كملوا لشوف. الله ستر انه الوردات ما صار لهم شي. زيزي شو حبيبتي مرتاحة بالفصل الجديد؟ ايه وبعدين معهم ايمتى بدهم يتعودوا على اساميهم؟ يا حبيبي تخيلي بس تجي خالته فدوى وتنادي عليهم يضلوا هيك ساكتين مثل المساطيل. اكيد رح تعرف انه هدول العصافير مو الا وانه بدلناهم. ايه عادي قولي لها زعلانين لانك رحتي وتركتيهم. يخرب بيت قلبك شو قوية، لمين طالعة انتي؟ ايه لو ضليت 100 سنة ما بعرف اخترع هيك كذبة انا. مو هيك امي طولي بالك، إذا سقيتيها كتير بتدبل. بتعرفي بنتي حاسة حالي كتير هبلة،
ما بعرف شي، يا ريتني شاطرة مثل نرمين، تفهم بكل شي وطبخة ظريف ونضايفية، بس هيك حظك انت بنتي، شو بدك تعملي؟ والله إذا كنتي مثل خاتو نرمين ماما أكيد كنت انتحرت من زمان. مئة مرة فهمتك، لا تحكي هيك ولا تجيبي سيرة الموت قدامي، بتضايق. من كم يوم بتعرفي شو عملت؟ إجت على المدرسة مشان تقلها لريهام إنه نسيت فرشي سيارة. يعني بشو عليها هيك عملت؟ إيه فضحت البنت، وكل شباب المدرسة عرفوا شو صاير وبلشوا يتمقلسوا على البنت. لا لا لا، مو لهالدرجة كمان، ما بيصير هيك، مو حلوة بحق البنت. لك أنت أحلى أم. يلا انا بدي اروح. الله معك ماما، اذا بدك فيك تطلعيهم لبرا شوي عجنينه، حرام خليهم يغيروا جو شوي. طيب يلا رح اشتاق لك كثير ماما. جيجي جي. علينا شو بدكم تقضوها نوم؟ جيجي جي. حبيبتي جيجي جي. ايش صارت ني مراقصه وين ما صارت ني وين بس بده الله يا ربي. عايزه بس كذا سيد مايو بده ما كان بده رح حط الفنجان بالمطبخ. عم يدقولي هدول من البنك. ألو لك مرة بدي فهمك، يعني لا بقى تتصل فيني. لك خلص عم قلك مسح رقمي من عندك. بس انتي مو حاسفة رقمي من عندك معك؟ لا مو صحيح، بس انا عرفتك من صوتك. طيب ما رح طول عليك كتير، بس متذكرة لما قلت لك انه حاطين صورتك على النت؟ هداك اليوم لقيت الجريدة كمان، اذا حابة فيني صور لك الصفحة وجب لك اياها. ايه بس انت جبت لي اياها. قصدك الصورة اللي بالجريدة؟ ايه بدي اياها، بس المشكلة لا ما بقدر، حماتي عندي بالبيت، كيف بدي اشوفك؟ اصلا هي وراي على الدعسة وما عم تخليني اخذ نفس بنوب، وما فيني اتركها واطلع من البيت، رح تلحقني. طيب بعطيك اياها من على الباب وبمشي. اصحك مستحيل مستحيل. خلاص انت بتعرف هاي الكافتيريا اللي بالمول اللي بالطابق الثاني؟ بعد نص ساعه بتكون هنيك، واصحك تتاخر، رح اخذ الصوره منك وامشي دغري. ويني؟ شو ساعه لتغسلي فنجان؟ ايه والله فكرتك نمتي. سكري هالحنفيه حاجه تشرشر. مين اللي دق لي؟ قلت لك البنك. بس شكلك كنت عم تخانقي حدا، عم تخانقي البنك. صار لهم كذا مرة عم يتصلوا فيني مشان يفتحوا لي حساب جديد عندهم، لهيك عصبت منهم. لا ما عن جد شي بيعصب. تعبت وما عاد فيني. هون لسه في بقعة وسخة، نطفوها منيح. شوفوا حبيبي هون. ايه وبعدين بدكم تشطفوها بالمي وخلص. قوي ايدك. ها ايوه هيك منيح. يلا يعطيك العافية جارتنا. الله يعافيك سيد غسان. ما قلتي لي انه عندك كنار؟ لا هدول مو لقلي، لخالي فدوى، تركتهم عندي لأنها سافرت على الضيعة. ايوه اديري بالك، هدول كتير حساسين، يعني اذا مات حدا فيهم ولا طار من القفص التاني ببطل ياكل ويشرب لحتى يموت. جد؟ حتى العصافير بتنتحر لتموت؟ ما بتنتحر، بس ما بتقدر تعيش إذا تركها رفيقها، فهذا مو انتحار. صحيح هذا الشرطي شو اسمه؟ شفتك معه مبارح كأنه كتير أخذ وش عليكي؟ قصدك السيد مظفر؟ ايه هذا زلمة كتير محترم وما في منه، كتير تعذب معنا، يا ريت كل الناس مثله. والله من بعد حادثة السرقة اللي صارت ما حدا ساعدني قده، مع انه كنت متوقع هالشي من جيران تانيين مو منه. بعدين مين قالك اخذ وش علي؟ ابدا الزلمة كتير محترم وفهمان.
بالله جد؟ ايه طبعا. بس على حد علمي انه مو شغلة الشرطة تعمل اجتماعات لاهل الحارة وتجمعهم بالقهاوي. ايه بس هو عمل هيك مشان الحادثة. بعدين حضرتك ليش متضايق كل هالقد؟ لانه هي اساليب صغيره وما راح يلقط الحرامي بالولدنه. ايه بس انا لقيت السكين اللي وقعت من الحرامي شكلها وقعت منه لما هرب، واعطيتها لسيد مظفر مشان يفحصها ويشوف البصمات ليعرفوا مين صاحبها، واذا طلع عنده سوابق وقتها دغري رح يمسكوه. الزلمه عن جد منيح عم يتعب معنا كتير، بعدين احنا جيران من زمان. كل الحق عليك انت، لما شفتك مع امل بالقهوة وكيف عم تهتم فيها تضايقت منك. شو؟ لا لا ما في شي، عم بحكي لك عن الحادثة. بتعرف من يوم اللي صارت وانا ما عم بقدر نام منيح، لهيك ما عم بعرف شو عم خبس واحكي. كتير رح جيب الاغراض وارجع دغري شي نص ساعه وبرجع. ايه زينة لك استني استني. وين رايحه؟ يخرب بيتك شو زلالة. استني لك لحظه جايه معك. استني يا مجنونه. وينك؟ استني وليه؟ وينك؟ لوين رايحه وتركتيني؟ لوين؟ استني جايه معك. ليش مستعجله كل هالقد؟ شو صاير عليكي؟ أنا قلت لك مرت عمو بدي أنزل على السوبر ماركت، لازمنا شوية أغراض مشان البيت. أنا كمان لازمني أغراض. وليش لا تيجي وتعصبي حالك؟ قولي لي شو لازمك وأنا بجيب لك إياها. لا 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 ما حتعرفي، منروح سوا. إيه صح. استني رح أمرق على الكوافير كمان وما بدي إياكي تيجي وتملي. ومين قال لك رح مل؟ بعدين أنا كمان حابة قص شعري، يلا امشي. وكمان نسيت أقول لك، بس خلص بدي ساوي أظافيري لهيك رح طول كتير. وأنا كمان بدي ساويهم. اتحركي، شو عم تستني؟ يا مدام ولادك كتير عاقلين وهادين، بهنيكي على هالتربية. مع اني لما سألت عنه بالمدرسة القديمة وصلني شي مختلف. حكوا على ولادي؟ اذا هي معلمة وعم تتصرف بهي الطريقة مع الولاد، شو بدنا نحكي عن بقية الناس؟ شفت بعيونك عم يضربوهن الولاد وهن قاعدين ساكتين وما عملوا لهم شي. منيح اللي حضرتك موجود هون لحتى تصدقني وقت اللي بحكي. خلص ولا يهمك، انا رح اقبلهم عندي بالمدرسه. ولادك بيستحقوا هالفرصه. يعني رح تسجلهم نظامي؟ جيبي وراقهم وامرقي لعند المحاسب اليوم. طيب الحمد لله. خلص اكيد اليوم بجيبهم. اهلين خاله، كيفك؟ مرحبا حبيبي، سويت لك برك بالجبنه، بعرفك بتحبهم لهيك حسبت حسابك. يسلموا ايديكي خالة، ثواني رح فضي لك الصحن. فوتي خالته نرمين، فوتي. ما بدي فوت بالكندرة. معلش خالته، فوتي لأنه عم ضبضب بغراض البيت. شو هالبقعة هي؟ أنا كتير حاولت نظفها بس ما نظفت معي. أمي انتحرت هون.
وعلى هاي البقعة بالذات. ما نضيف الدم عنا. أمي ما كانت تحب تشوف الأرض مبقعة. أنا حاسة فيك حبيبي، بس لازم تكون قوي. اسمع شو رح أقلك. أنا قاعدة لحالي بالبيت، بعجة والولاد مو هون. حبيبي إذا خلاك أبوك تعو خلينا نتعشى سوا، شو رأيك؟ لك بنتي ما لقيتي غير هالمحل تشتري منه؟ اشتهيت شوف شي شغلة مو غالية، كله فوق ال500 ليرة. ما بصير هيك، بدك تخربي بيت جوزك بهالبعزقة. لساتني ناطرك، انت جاي؟ لازم تضبي ايدك، المصاري ما بتجي بالساهل. حرام عليك، اشفقي على هالمسكين. سوري ماني جايب، حكيك بعدين. عفوا مدام، شو اللون اللي بتحبي حط لك اياه؟ احمر لو سمحتي. ايش بدك بالاحمر؟ لا بنتي لا، لا تحطي له احمر، حطي لون راكز وهادي. شو بدك بالاحمر؟ مو حلو. فرنش اوكي. صار لي نص ساعة ناطرك هون. المرة الجاية ما رح استناك ولا دقيقة واحدة. من كم يوم فتت عبيتي ياسمين وما انتبهت ان السكين وقعت، وقامت عطتها للشرطة. طبعا السكين عليها بصماتي. يعطيك العافية. من اول يوم بدك تكشف ورقنا وتورطنا مع الشرطة. الناس اللي بالحارة ناس كتير بسطة وما لهم بهالمشاكل والقصص. لهيك ما توقعت ان الامور تصل لهون. تقصد ما عرفت تتصرف، ما هيك؟ خلاص انسى الموضوع. اذا شافوا البصمات على السكين دغري راح يلقطوني. لازم اترك الحارة قبل ما يصير شيء. مستحيل خليك تروح قبل ما تلاقي الشيء اللي طلبته منك. عم تسمع؟ وانت بتعرف شو ممكن ساوي فيك اذا هربت. ما بظن انه حدا منهم متورط بالقصة، يعني انا تعرفت على كل اهل الحارة منيح وكل الناس اوادم وبحالهم، بس في حدا منهم متورط وهالحدا لازم تلاقي لي اياه شو ما كان الثمن. عم تفهم علي غسان؟ كان صار لك لو تمنكرتي ببيتك؟ ضروري تدفعين هديك الحسبة على الفاضي؟ انت بطرانة يا بنتي بطرانة. فكرك هالمسكين عم يلم المصاري من الطريق؟ عن اذنك مرت عمو، انا طالعة ساوي دوش وارتاح شوي. طيب حقك ترتاحي، بس لمين تركتي هالكركبة؟ ولا مفكرتيني خدامة عندك؟ الله يصبرني عليكي. الو سوري منك فراس، بس عن جد ما قدرت اجي. خلص مو مشكله، بس انا كنت حاسس انه الموضوع بيهمك كثير، لهيك كنت متاكد رح تجي. عم اقول لك ما قدرت اجي فراس، ما صار عندي مجال بالمره. ليك تنطرني بكره بنفس الكافتيريا، اتفقنا؟ على الساعه 3 بلاقيك. هالمره بوعدك انه اجي. خلص اوكي. اي خلص ولا يهمك. اوكي بشوفك، باي باي. لا
ايه العمى هذا اسمه تشليح. لك 50,000 بس عملوا لنا تخفيض لانهم اخوات. عمار رح يعلموهم بالمدرسه العزف على البيانو كمان. يبشوني ان شاء الله هني واصابيعن الصغنوطه هيك وقت اللي رح يعزف على البيانو. يا الله شو انبسطت. حبيبتي كثير مبسوطه على 50,000 اللي رح تكون كل شهر يعني؟ كيف رح دبرن؟ حياتي الله يوفقك تحمل شوي. والله ما كنت مصدق انه يقبلون. بندبر حالنا هالكم شهر ما ناقصة. والسنة الجاية كيف بدنا ندبر حالنا؟ انت ما عم تشتغلي شي وانا راتبي يا دوب يكفينا لاخر الشهر مزبوط؟ منزبط الامور. شو رأيك نسحب قرض؟ وبعدين؟ كيف رح نوفي القرض؟ خلص عمار لا تسكر بوشنا الا ما نلاقي شي حل لوقتها. الحل انه نلاقي لهم مدرسة غير هالمدرسة. شو عجبك الاكل؟ انا ما سألتك شو بتحب بس ان شاء الله يكون عجبك. كتير الاكل طيب يسلموا ايديكي. صحة وهنا. ماما كانت تعرف منيح شو بحب وكانت تطبخ على ذوقي. الله يرحمها حبيبي. هناء كانت كتير حنونة وقلبها طيب. معك حق. طبعها كان كتير طيب وبس يجي العيد كان عنده طقم فضة وكانت ما طلعوا لوقتها. انا كمان بساوي هيك. ما بستعمل طقم الفضة غير بالعيد وبالمناسبات وبس. وكرم بيضل بيتمقلس علي. كرم ما بيعرف قديش هو محظوظ. حاسس حالي مو قادرة اعيش بلاها. الحياة ما بتوقف عند حدا. كنت كتير صغيرة وقت اللي ماتت أمي. نزلت على السوق لتجيب أغراض. كنا أنا وإخواتي عم نتفرج على التلفزيون. فجأة سمعنا صوت. صوت دوالي بالسيارة. بتذكر إنه خفت كتير من الصوت. وبسرعة قمت لحتى أشوف شو اللي صار. لهلا ما بنسى منظر امي وهي مغطاية بالدم. طيب شو عملتي؟ نزلتي لعندها شي؟ كنت صغيرة وما خلتني اختي انزل. بعد شوي اجا الاسعاف واخذوا امي ومن وقتها ما شفتها بنو. لما قلت انه حاولت تنظف البقعة اللي انتحلت عليها المرحومة امك تذكرت انه نزلت تاني نهار ونزلت المي لنظف الدم. حسيت انه ما لازم ينترك دمها بالشارع. ومن وقتها بحب النظافة. بكره شوف البقعة.
أنا آسف، ما كنت بعرف. الله يرحمه. ما حدا بيعرف القصة، مالي بالعادي احكي هالتفاصيل لحدا. أنا بعرف منيح ليش انتحرت بهداك اليوم. شو؟ أنت شو عم تقول؟ بعرف أمي انتحرت بهداك اليوم بسببي أنا. أنا السبب. ليش شو عملت؟ احكي حبيبي شو عملت؟ انا بدي امشي، تاخرت كثير على البيت. يسلموا ايديكي، عذبتي حالك. تصبحي على خير خالك. مراد استنى شوي ابني، احكي لي ليش انتحرت امك. مراد ما قدرت أعرف منه شي، حكالي هالكلمتين وبعدين حمل حاله وطلع من البيت. الله يصلحك. كنت اسأليه وشوفي شو عامل، ليش تركتيه؟ سألته ولحقته للباب كمان، بس عم قلك حمل حاله وراح. حسيته خايف ومرعوب، حاولت معه كتير بس عن جد مو معقول بيضله ولد بالنهاية. شو بده يكون عامل لحتى خلى أمه تنتحر بسببه؟ لا حبيبتي معقول. ليس خلصنا بعلطة للجناني هلأ. نيرمين حاولي تسأليه مرة تانية، بجوز يحكي لك. ما بظن يحكي، حسيته خايف من شي لهيك راح. اوكي حتى لو كان خايف حاولي معه كمان، خليه يزلق بالحكي. شو يعني وقت اللي بدك تعرفي شغلة من جوزك ما بتعملي هيك؟ لا اذا في شي بسأله دغري وبيجاوب. نيرمين ليكي حبيبتي مراد بيحبك وبيوثق فيكي كتير، حاولي معه مرة تانية بجوز تعرفي شي. والله ما بعرف، بجوز عن جد في شي وإذا عرفناه يمكن نقدر نساعده. مزبوط، الواحد فينا بيوصل لمرحلة ما بيعود بيقدر يتحمل، لهيك لازم نعرف لنساعده. طيب رح حاول كمان. لا تتركي الموضوع هيك، وإذا بدك رأيي لازم تسألي اليوم وفورا. هالولد أمانة برقبتنا كلياتنا. الحق معكم، أنا رايحة لعنده. طيب وإذا صار شي بحكي لكم. ماشي حبيبتي. الله أوكي باي حبيبتي. يا بنات اليوم رح تناموا وانتم مطمنين ومرتاحين على الاخر. المناوبة علي اليوم. شو بدك بوجع هالراس ياسمين؟ بلكي صار عليكي شي لا سمح الله بنص هالليل. ما حكون لحالي، سيد مظفر حيكون معي. ومين هذا مظفر؟ ليكون هذا الشرطي. ايه يا الله، وما انك خايفة يتضايق منك غسان اذا دري انه رح يكون معي؟ ويتضايق، اصلا انا بدي اياه يتضايق. حبيبتي بدنا نخليه غار شوي. لا تقصري حبيبتي لحتى ما يضل دبقان بهالشرشوحة. أمل خرجوا. أهلين خالة نرمين. كيفك حبيبي مراد؟ كرم وريهام ما رح يرجعوا اليوم كمان، شو رأيك؟ رح ساوي شي أكلة على ذوقك ونتعشى سوا كمان اليوم. ما بعرف أنا كتير خايفة ضل لحالي بالبيت، بخصوصي إنه صار في عنا حوادث سرقة. ما بدك تيجي معقول؟ معقول أتركك لحالي خالة؟ خلص رح أجي اليوم، تعرفي شو بحبك أنا خالة. معناها رح أستناك اليوم على العشاء.
نقي شي أكلة بتحبها كتير مشان أطبخ لك إياها، بس لا تقلي كبة لأنه ما بلحق. لك مش هي أطلع لي شي مشوار مثل الخلق، الله وكيلك، شغل وبيت شغل وبيت، والله قرفت. بس شو بدي أقول، هيك حظي. لو كنت متجوزة هلأ كنت أكيد طلعت مع جوزي، بس يا حسرتي. من وين؟ ليكي؟ سمعت إنه البقال نوري عم يدور على شي وحدة تناسبه. جميلة خبرتني وقال ما بده إياها تكون مطلق، بس ما بتعرفي بلكي إذا شافك. خليني جس نبضه بالأول وبعدين باخدك لعنده. هلا من كل عقلك مفكرتيني رح ارضى اتجوز واحد مثله؟ ايه مو معقوله، هذا اللي كان ناقصني. هيا مشان الله، ما لقيتي غير واحد بقال الي انا؟ هلا انا صحيح كثير حابه اتجوز، بس بدي لاقي حدا يكون رجال بكل معنى الكلمه واحترمه، يعني يكون شاب حلو، بيحترم حاله، حدا يحبني وكمان حبه، واهم شغله يكون عيونه خضره حلوين. قصدك يكون بيشبه جارنا غسان؟ بلشتي تفهمي؟ هو ما عندي مانع. يقبش قلبي هالغسان. لك يا هيك الرجال يا اما بلا مزبوط، فهمان ومحترم. لك بس بدي افهم شغله وحده، انت وهالجدبه ياسمين ليش قاتلين حالكم على واحد مو معروفه؟ قرعت ابوه من وين؟ هلا انا بدها تقدر علي وحده مثل ياسمين؟ ما فشت بعينها خليها تاخده مني؟ عم تقارنيني مع هيك وحده؟ بعدين انت ما شفتيها مع هذاك الشرطي لما كنا بالقهوه؟ لك ذاك الختيار شو كان اسمه؟ يي شو سئيل، كانت عم تطق معه حنك وقدام الكل. لك رح تقتل حالها، بدها تطبق حدا ان شاء الله تطلع على هاي البرامج اللي بيطبقوا فيها عسى. ما عندها مشكله، المهم تلاقي حدا يقبل فيها. ايه تحل عنا بقى. ماما ليش عم بتضربني؟ وهو كمان عم بتضربني. يخرب بيتهم شو حرامية، شوفي قديش حقه، كل هذا مشان فستان. خلص مرت عمو، إذا عاجبك لا تطلعي على السعر، اعتبريها مجرد هدية صغيرة من بنتك، شو رأيك؟ لا بنتي دخيلك ما بدي آخده. بدك تزعليني منك مرت عمو؟ شوفي إذا اشتريت لك هدية صغيرة، بعدين قليل ما بتجيبي لي هدايا معك. لو أي كمان كان عم يقلي نزلي أمي على السوق واشتري لها شوية تيار. بالله قال لك هيك لتا يقبرني. إيه مرت عمو. ورجيني؟ رح اخذ هاد كمان. بس كأنه هالتياب ما بيناسبوا عمري. لا لا كتير حلوين، بس بدك تفوتي وتقيسيهم مشان شوفهم عليك. وهالبنطال قماشته كتير حلوة. ورح اخذ هاد كمان. ها تعي مرت عمو ليك غرفة القياس، فوتي مشان تقيسيهم. أهلين بهجت. كيفك نرمي؟ الحمد لله لساتني عايشة. وانت؟ أنا ماني منيح وما عم بتروح من بالي آخر مرة شفتك فيها. متذكرة قلتلك وقتها خلينا نبعد عن بعض شوي مشان نفكر بحالنا؟ ايه حابب شوفك اليوم وأحكي معك، بجوز نلاقي حل. مو معقول ما نعطي لحالنا فرصة تانية. نسيان إنه انت اللي تركت البيت ورحت؟ لهيك إذا بدك إيانا نحكي ونوصل لشي حل فيك ترجع على البيت. ارجع على البيت ومنحكي. ما جاي عبالي ارجع على البيت، بس إذا جاي عبالك بعزمك منطلع منتعشى برا. ما تذكر هداك المطعم يلي كنا نروح عليه من زمان؟ تروحي لهنيك؟ طيب بلاقيك هنيك بعد شي ساعة. عمو شو صار معك؟ الفستان كتير ضيق ما عاد فيني اتحرك منه. لك يا زينة تعي ساعديني، ما عم ينزل علي، حاسة حالي رح اختنق. ما
مرت عمو الفستان موديله ضيق، جربي تنزليه اكيد رح يزبط عليكي. يضربوا هنن وهالموديل، عم اقول لك الفستان علق وما عم ينزل. طيب شلحيه وجربي بقيه الثياب، جربيهم كلياتهم، انا رايحه اشوف محل الاحذيه وراجعه، خلصي وكون انا رجعت. ايه يا زينة يا زينة، لك وين رحتي وتركتيني؟ استني استني انا جايه معك، لا تتركيني هون. لك وين رحتي؟ لك وين رحتي؟ وينك؟ ما قلت لك استني؟ لك وينك يا مقصوفة الرقبة؟ زينة يا مدام؟ يا مدام؟ يا زينة؟ يا مدام لو سمحتي؟ لك ترجعي وينك؟ لو سمحتي يا مقصوفة الرقبة وينك؟ يا مدام لو سمحتي؟ لا تتركيني لحالي؟ وين رحتي يا زينة؟ الله لا يوفقك ان شاء الله، يا مدام رجعي شوي لو سمحتي. لك وين رحتي؟ لا 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 يا مدام ما بس نطلع بالفستان اذا بدي رجعنا رجعي المحل مستحيل. وينك؟ شرفي معنا مدام. زينة مرحبا. أهلين. ان شاء الله ما تاخرت عليك كثير. لا عادي منيح. ايه شو وين الجريده؟ كنت مفكرتك رح تجيب لي نسخة عادية عن الجريدة. ايه المفروض صورها بالمكتبة، بس انا كنت عارفان قديش بتهمك هي الصورة. لا تقلي انه سرقتها. طيب ما خفت انه يشوفك شي حدا؟ طمني مدام، بعدين انا فيني اعطيهم كم كتاب وبيمشي الحال. عجبتك الصورة؟ تاخد العائب، ميرسي إلك. هاي أحلى هدية إجتني لهلا. صحيح جوزي بيهديني كتير شغلات غالية، بس هاي الهدية عن جد غير. قلتي لي رح تاخدي صورة وتمشي، أنا ما بدي أخرك. خلص غيرت رأيي، خلينا نشرب قهوة ونحكي لنا شوي. أنتي عم تحكي عن جد؟ لوين رايح؟ بدك تشوف رفيقتك؟ خالة نرمين عزمتني على العشاء. وليش لتعزمك لعندها على البيت؟ شو القصة؟ اصحى تكون حكي لها شي عن المرحومة امك. طمان بابا، بعدين هي مانا متلك، ما بتفكر بهي الطريقة. حبيبي كنت جاي لعندك على البيت. خير شو في خالة؟ صار عندي ظرف ومضطرة اني اروح، الموضوع كتير ضروري وما بيتأجل. خلص من اجل العشاء لغير يوم اذا بدك. ماشي، بوعدك اني عودك بيوم تاني. قديمة تعي شوي حبيبتي، بدي اياكي. يلا شوفي امي شو بدك. شوي بنتي كان عندك شنطة صغيرة، هي اللي بتعلقيها على خصرك، بدي اياها. ماما والله ما بعرف وين ضبيت الشنطة، بس فهميني انت شو بدك بهيك شنطاية؟ نسيتي انه اليوم مناوبتي بالحارة؟ بدي اخذها وحط فيها اغراضي. ايه مو رح تتمي واقفة قدام باب البناية، شو بدك بالغراض؟ خلص حطي موبايلك بجيبة الجاكيت، واذا اسمك شي اتصلي فيني. معك حق بنتي، بلاها. صحي بدي بوط، بوطك الابيض وين حاططيه؟ روحي جيبي لي اياه. يلا الله يرضى عليكي، رح ألبسه بس اليوم. يلا. بس انا اشتريته جديد ماما. ايش رح اكله؟ عامل لك بس هالكم ساعه. ايه
بس انتبهي ولا تخليه يتوسخ لانه لسه ما لبسته غير مره واحده. لك بنتي شو بكي؟ شو الشغله على كيفي؟ انا نازله لاحمي الحاره وابصر شو رح يصير معي. مزبوط امي معك حق. يلا رح جيب لك اياها. مساء الخير سيد مظفر. مساء الفل. انا جاهزه، لبست ودفيت حالي كتير منيح مشان ما ابرد يعني. لبست بوت الرياضه تبع بنتي كمان، قلت بجوز نركض يعني. الواحد لازم يحسب حساب لكل شيء. معقول مدام؟ معقول خليكي تركضي؟ الله يسامحك. بس على هوا ما فهمت منك انه رح نتفتل بالحاره، ما هيك؟ هاي مهمه العناصر، بس انت رح تكوني مع القائد العام للحرس. تفضلي على السياره. جمعت لك اغاني هالسيدي خصوصي كرمالك من شان ما تملي. يا سلام، قديش رقصت على هالاغاني وقت كنت شب. ما كنت متوقع انك بتحب الاغاني والرقص. لسه في شغلات كثيره ما بتعرفيها عني، بس اكيد رح تعجبك. سيد مظفر، صار عندنا حوادث سرقه جديده بالحاره يا ترى؟ لا، معقول يصير شيء وانا موجود؟ بتعرفي ست ياسمين قديش هالمدينة كبيرة وواسعة، بس انا بعرف فيها كل قرن وحارة. اي طبيعي، شغلك بيتطلب منك تشوف كل المناطق. ما هي ايه ايه. طيب ما بتخاف احيانا؟ مين انا بخاف؟ الله يسامحك. ما بعرف، بس من كتر ما بتابع مسلسلات بوليسية بحس انه شغلتكم مو سهلة. مدام ياسمين، شو رأيك إذا فرجيتك عينة من شغلنا اليوم؟ عفوا ما فهمت. خلص اربطي الحزام من عندك، هلأ رح أخذك مشوار بعمرك ما حتنسي بحياتك. يلا. لا ما بدي أشرب، معدتي تعبانة شوي وخايفة اتعب اكتر، رح اشرب عصير. شبكي كاسة صغيرة ما بتأثر. بلاها ما بدي انزع عليك القعدة. بتعرفي مش هيك شي مرة تتصرفي بحرية، صدقيني وقتها بتنحل كل مشاكلنا. كأنه الصوص تبعه مظابط. يلا حبيبتي خلصي وخلينا نفوت ننام. نام انت، مالي نعساني. عم فكر بالولاد ومدرستهم، لانه مو معقول نتركهم يتشنططوا. خلص انت لا تشغلي بالك، انا لقيت لهم مدرسة جديدة. بس انا ما بدي انقلهم من هنيك، لازم نعمل كل جهدنا لنأمن المصاري. يا ريتني ما رديت عليك وتركت وظيفتي. ليش فكرك رح يكفينا راتبك؟ مستحيل يكفي قصوطة المدرسة. شو نسيت حبيبي؟ نسيت انه كنت رح اصير مديرة البنك لو ما تركته؟ يعني راتبي كان رح يصير على قد راتبك بمرتين. خلص بكرة رح اسحب قرض. لوين جايبني؟ لحتى تعرفي. شكلهم بزعل.
ايه يا حرام كيف واقفه بهالبرد. ايه بس مو كل الناس قلبهم طيب مثلك مدام، هدول العالم احيانا خطرين. خلص سيد مظفر، شو رايك يعني خلينا نرجع على الحاره لانه بلشت خاف واتضايق من هيك مناظر. ايه انت مو قدراني تشوفيهم شوي وانا المعتر عم بضطر اتعامل معهم كل يوم، وكل يوم بتضايق مثلك وبزعل عليهم. بتعرفي شو بحب؟ لما ارجع على بيتي لاقي مرتي عم تستناني وتخليني انسى كل تعبي وتكون اصيله وبنت عالم وناس. الله يرزقك بنت الحلال اللي تستاهلك وتريح بالك. سيد مظفر، ما عندك علبة محارم بالسيارة؟ شوفي بالتابلو بيجوز يكون فيه. هاي مو السكين، هاي اللي اعطيتك اياها. مو قلت لي انه بعتها على المخبر الجنائي مشان يفحصوها هنيك ويعرفوا لمين البصمات؟ انا بصراحة حكيت هيك مشان تطمني وما تخافي. شو قصدك يعني انك كنت عم تكذب علي؟ لا تتضايقي مدام ياسمين، بس هيك مواضيع صغيرة ما بتستاهل انه ناخدها على المخبر الجنائي. انا حكيت هيك وقتها لحتى تطمني وتنامي مرتاحة. الله يسامحك، طلعت كذابة وعم تضحك علي؟ شو يعني شايفني وحدة جدة مثلا؟ عم تستغل شغلك مشان تضحك علي وتاخذني وتجيبني على الفاضي؟ شو هالحكي مدام؟ وقف السيارة فورا، يلا يلا بدي انزل. كيف تنزلي هون؟ ما شفتي المناظر اللي واقفة برا؟ ولك هدول الناس اللي برا اشرف منك يا كذاب، وقف السيارة لشوف، يلا وقف السيارة بدي انزل، هون بدي انزل يلا. اوكي وقف السيارة، لا تخليني اعمل مشكلة. العمى بعيونك شو مضحك وكذاب. طيب خليني وقف لك شي تاكسي. ما بدي، روح من هون احسن لك. ها اضرب انت وسيارتك. تفو الله يصحي. الو اسمعيني بنتي اسمعيني، هص هص حاجة تسأليني. ها ما بعرف، هذا الحقير نزلني بمطرح بحياتي ما اجيت عليه. ما معي مصاري، مو حضرتك ما خلتيني اخذ جزداني، كيف بدي اخذ تاكسي اذا ما معي ولا قرش بجيبتي؟ خلاص خلاص اسمعي اسمعي شو رح اقلك، طلعي لعند خالي رفيف وخليها تخبر جوزها لحتى يجوا، قولي لهم امي واقفه بالشارع بس ما بتعرف وين هي، وخليهم يجوا ياخذوني فورا من هون. عم تسمعي؟ ما بعرف. لو سمحتي بس لو سمحتي شوي، شو اسمه هذا الشارع؟ تعوا يا بنات تعوا، المدام عم تسأل عن هالشارع شو اسمه؟ يا قطاطي لو سمحت. مرني استاذ. شو هالصوص؟ صوص احمر تبع الفاصوليا. صوص احمر قلت لي، وليش الصوص مو ظابط؟ بهجة تخلص مو وقتها. اسمع لقلك، بتجيب البندورة تفرمها كتير كتير منيح، وبس تقرب الفاصولية انها تستوي وقتها بتحط البندورة مشان ما ينتزع الصوص. روح قل له للشيف انه مرتي ما رح تاكل هالاكل هاد. لا معلش لو سمحت بس جيبي فنجان قهوة سادة. تكرم. ليش ما عم تصدقني بهجت؟ هاد الصوص ما بيصير يطلع لونه هيك، ما حدا بيقدر ياكله. شوف السودا كمان ابدا ما أنا طيبة وطالعة زنخة. شو هالطبخ؟ لك كيف بياخدوا امي وبيحبسوها عندهم بالمحل؟ اه ليش تركتيها لحالها وليك؟ ليش حبيبي بليز طول بالك شوي، ما بيصير هيك. بعدين حميد ربك انه ما اخذوها على المخفر بعد اللي ساوته. كيف بتطلع من المحل وهي لابسه الثياب اللي ما دفعنا حقهم لسه؟ اكيد شفقوا عليها مشان هيك ما اشتكوا للشرطه. لك والله ماني قدران افهم، والله رح جن. لك امي انا ليش لحتى تسرق؟ انا بشو مقصر معها؟ ليش هيك بدها تفضحني؟ ما بعرف والله، بس إذا بدك رأيي حبيبي بجوز أمك بلشت تخرف عن جد، هيك ببلش الزهايمر. لك بتكون قاعدة وعم تحكي بحديث وفجأة تنسى وترجع تسألني عنه. بعدين فهميني أنت وين كنتي وقتها؟ آه؟ ليش تركتيها لحالها ورحتي؟ لا حياتي
كم مرة أنا بدي أشرح لك القصة لحتى تفهم علي؟ رحت على محل الأحذية مشان أشتري لك كندرة لأمك، وبعدين مرقت مشان جيب برواز للصورة تبعي، ولما رجعت على المحل ما كانت عنده. يعني تركتيها وبلشتي تتفتلي بالسوق، ما هيك؟ وأنا شو بيعرفني لؤي؟ اللي شو؟ بس أنت بدك تحط الحق علي وخلاص، لو كنت عارفانة هيك رح يصير كنت تركتها يعني؟ بعدين شو ذنبي؟ اتصلت على موبايلها مسكر، قلت بتكون خلصت ورجعت على البيت، لهيك حملت حالي ورجعت لهون. طالما رجعتي وما لقيتيها، ليش ما اتصلتي فيني؟ ما قلقتي عليها يعني؟ لا عن جد هيك كتير حبيبي، هلأ طلع الحق علي؟ هي اللي سرقت التياب ولا أنا اللي سرقتهم؟ لك ما عم صدق إنه أمي عم تسرق، ما عم بستوعب اللي صار. لما فتت لهونيك وشفتهم كيف مقعدين بغرفة الحرس حسيت حالي رح اختلق من القهر. خلص شيريك روق شوي، حاجة تضايق حالك. ليك اصلا كل نجمات هوليود عم يسرقوا كل شي، مو بس التياب، وبتمسكن الشرطة وبينفضحوا قدام كل الصحافة. صدقني الله يصلحك يا مرت عمو. روحي شوفي ابنك لؤي، والله جانن على الاخير. كل ما رح يشوف وشك رح يتضايق من الموضوع، وكل ما يتطلع فيكي رح يتذكر القصة ويزعل. بتعرفي شو عم فكر؟ شو رأيك مرت عمو ترجعي بكرة الصبح على الضيعة بس لحتى ينسى لؤي هالقصة، وبعدين بترجعي مرة تانية ماشي؟ لقيتي يا حجة مشان تقلعيني من بيتك، مو هيك؟ الله يسامحك انا عم بحكي هيك رمالك. تركيني من هالحكي وقليلي، ليش تركتيني لحالي بهداك المحل وهربتي فورا؟ كم مرة بدي اعيد القصة؟ رحت لمحل الاحذية ومن هنيك طلعت مشان بروز الصورة تبعي ورجعت وما لقيتك. طلعي طالعة كتير حلوة، ما هيك؟ بنتي هالحركات تبعك ما بتمرق علي، طلعي بعيوني واحكيلي لشوف شو شايفتيني جدبة. شو قصدك مرت عمو؟ ما انت فهمانه منيحة علي. المرة اللي بتخون جوزها مرة ما بتستاهل الرحمة ابدا، لانه لا رب العالمين رح يسامحها ولا انا. هلا شو عم تلمحي مرت عمو؟ لا حبيبة قلبي ما عم لمح لك عشي، وينك عم بحكي بوشك بقى، ديري بالك مفهوم؟ تصبحي على خير نيرمين. بهجت؟ ما بدي اياك تسوق السيارة وانت بهالحالة، انت تعبان وما خرجت تسوق، لا تروح. ولك نيرمين رح نتطلع وانت لساتك عم تتحشري فيني وبحياتي؟ شكلي ما رح اخلص منك ابنهم. ضغ بالصالون نسيانتي الظاهر شغال. لا طفيت كل الأضوية. ايه معناتها ليش الضو شغال؟ انت خليكي هون. بهجت دير بالك ليكون شي حرامي، من كم يوم فات حرامي على بيت ياسمين. لا مفتوح. مساء الخير خالة نرمين.